وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: هل تصح قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين، يعني همسا؟ نقول: لا تصح. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فمن قرأ القرآن دون أن يحرك شفتيه فقراءته غير صحيحة، ولا يؤجر على هذا، والله أعلم.